مرحبا بكم معنا في قناة صوفيا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم طريقة تشبيك الشباكية سهلة، وبغيت نشاركها معكم. إلا عجبتكم الطريقة والوصفة ما عليكم إلا ترسلونا وتكتبوا لنا شي تعليق زوين وتشتركوا في القناة بالنسبة للقنوات اللي مازال ما مشتركاش. نخليكم مع المقادير. عندي صفار بيضة، عندي معلقة كبيرة ديال النافع، معلقة كبيرة ديال القرفة، ومعلقة صغيرة ديال الملحة. غادي نستعمل مقياس كاس العنبة، يعني كمقياس. غادي نديرو نفس القياس بالنسبة للوز والجنجلان. هنا الجنجلان راني طحنتو وغربلتو مزيان، هو اللوز عندي مطحون. هنايا عندي جوج كيسان غادي نستعمل ديال الماء مع الماء ديال مع الزعفران الحر، عفوا. عندي كاس زبدة دايبة وكاس ديال الزيت النباتية وربع كاس ديال الخل. وبطبيعة الحال عندي كيلو ديال الدقيق اللي حتى هو غربلتو. وعندي ايضا واحد الخمارة كيميائية بوزن 8 غرام. غادي ندوزو ان شاء الله لتحضير الشباكية. غادي نوضع الكيس ديال الخميرة الكيميائية مع الدقيق. غادي نخلط النواشف يعني كاملين في الأول كمرحلة أولى. غادي نضيف اللوز اللي كما قلت لكم البودغ داموند، يعني اللوز مطحون ومغربل. الجنجلان اللي حتى هو طحناه وغربناه. غادي نخلط المكونات ديالي. هي مزيان الواحد يبسسها يعني ويخليها على جنب يعني واحد الليلة كاملة، من بعد عادي يخلطها، غتكون من الأحسن. غادي نوضع الزيت. والزبدة. وغادي نبسسها مزيان مزيان. قلت لكم من الأحسن يعني نبسوها ونخليوها ليلة كاملة. من بعد غادي نضيف هذاك صفار البيض. ما نديروش يعني البيضة كاملة، ما نديرش الأبيض البيض. من بعد نضيف الخل. و
ونجمعها بهذاك الماء اللي وضعت فيه الزعفران الحر، العجينة ديالنا جاتنا هاد الشكل، ما تجيش قاسحة بزاف وما تجيش مرخوفة. ندلكوها واحد شوية، من بعد غادي نقطعها على 4 قطع، وكل قطعة غادي نورقها. من بعد نديرها على شكل مسيمنات، وغادي نوضعهم في واحد الكيس من البلاستيك بلاستيكي، ونخليوها ترتاح. نخليكم مع تتمة الفيديو وفرجة ممتعة.